في هذا اللقاء التربوي بعنوان شبابنا بين الاستقرار والضياع. يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج توعوي مستمر بإشراف ورعاية هيئة التعليم الديني في القرية والتنسيق مع بوابة النويدرات ومأتم أم حسين للنساء، وهذا ضمن إطار التعاون بين مؤسسات القرية لبث الوعي والنهوض بالمجتمع على جميع المستويات. أحبتي، أترككم الآن مع ضيفنا العزيز الأستاذ صلاح الخواجة، فليتفضل ببدء اللقاء. وملاحظة أتركها لكم أعزائي المتابعين، يمكنكم إرسال الاستفسارات والأسئلة عن طريق الشات في برنامج زوم. شكرا لكم، يتفضل أستاذنا العزيز. مساكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المستمعين في كل مكان. نرحب فيكم في هذه الأمسية المباركة، وأشكر الأخوة المستضيفين على هذه الاستضافة وهذا الموضوع إلهام جدا، الشباب بين الاستقرار والضياع. والله كان في حكي أنه هل نخلي هذا العنوان لو أبدله، حالة ارتطام، حالة صدمة نحتاجها، وهذه في الثقافة القرآنية موجودة وفي الثقافة رواية أهل البيت أيضا موجودة. نبدأ هذه الأمسية بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لعل سورة لقمان من السور الرائعة، وكل السور الرائعة التي ممكن أن نتحدث فيها عن مجال الشباب والتربية وما أشبه. النقطة المهمة في قضية الآية الكريمة وهو يعظه، شنو ليش الله عز وجل استخدم يعظه؟ شنو اللي يميز هذه اللفظة عن اللفظات الأخرى؟ لعله الأهم في هذه اللفظة أن المطلوب الاستراتيجية الأساسية اللي نتوجه فيها كأسلوب ممتاز مؤثر وراق للتأثير على أبنائنا وعلى الشباب في مختلف الأماكن هو استخدام العظة. العظة بمعنى أن نقول النصائح بطريقة الحب والاحتضان والحكمة، لأن اليوم نطرح مصطلح هو التربية بالحب الحكيم، وبالتالي هو فن احتواء الشباب، فن احتواء الأبناء. احنا ما نريد ننفرهم، احنا ما نريد نجبرهم، خاصة اليوم العصر، احنا في القرن 21، اليوم نحتاج أن نتفاهم ونتصادق ونتحاور ويا الشباب ويا أبنائنا. أيضا في منهجية الليلة أنا كان في بالي واحد من منهجين، أن شنو راح أطرح. المنهجية الأولى أن أطرح عنوان وأركز عليه، أجيب مجموعة من المحاور وأركز عليها بالتفاصيل شوية.
المنهج الثاني إن لا أجيب عدة محاور وأرى من الأهمية بمكان أن نطرحها للنقاش والبحث، ولعل المستقبل القريب نوفق أن نطرح تفاصيل هذه المسائل. قبل أن أدخل في هذه المحاور الخمسة بعجالة وأركز على المحور الخامس فقط، أجيب هذه القصة. سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي، حدثت لي قصة يمكن البعض سمعها أو شافها لأنه تكلم فيها على المنبر. لما صدرت الفتوى في العراق بإنشاء الحشد الشعبي، يقول الشيخ أنا توجهت يعني بكل قوة إلى هذا التوجه، لكن قبلها أنا كان عندي واجد نقد على الشباب في تسريحة الشعر، في اللباس، في بعض الحركات، كان عندي واجد نقد على الشباب إلى أن جاءت هذه الفتوى. فأنا توجهت مع من توجه إلى الجبهات وكوننا. يقول كانت الصدمة حينما تواجهت وتواجدت على أرض المعركة أو ساحة المعركة، شفت نفس الشباب اللي كنت أنتقدهم هم من تواجدوا في هذا المكان، فبكيت، تأثرت بشكل كلش كبير، لأنك كنت أعتقد أن هذا هؤلاء مجرد مظاهر، أو لعلهم خلاص الإيمان راح من داخل عمق الإيمان. يقول لا، عكس هذا اللي كنت أقوله. وهذا مهم جدا في التعامل مع الشباب، ستايل لايف. إحنا يوم كنا شباب صغار، يعني أنا أتكلم قبل 45 سنة، قبل 50 سنة، ستايل لايف مالنا كان بطريقة معينة، والشباب كانوا يشون عليه. قبل 40 سنة، قبل 30 سنة، قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات، الآن ستايل لايف. إحنا ما نقدر نضبط الأمور على ما قبل 40 و 50 سنة، لازم نسمح ببعض الأشياء فيما يتعلق بالعصر ومتطلباته وطبيعته. هل كله نوافق عليه؟ لا، مو لازم نوافق عليه. هل كله حرام وحلال؟ لا، مو لازم حلال وحرام. هل كله صح وغلط؟ لا، مو كله صح وغلط. في صح وغلط، في حلال وحرام، في ذوق ومو ذوق، هذا كله نتكلم فيه. لكن احنا قد نوقف كثير في قضية الحلال والحرام، لكن قد نتسامح بالأخطاء الصغيرة أو بعض الأشياء التي تتعلق بالذوق وما أشبه. هذه مقدمتي إلى المحاور اللي راح أطرحها. المحور الأول يتلخص في السؤال: هل الشباب فعلاً معرضون للضياع، أو لماذا الشباب معرضون للضياع؟ يعني هل في قابلية للشباب أنه يتعرضون للضياع؟ نعم يا جماعة، نعم يا جماعة. الحدث أرض خصبة، الأطفال أرض خصبة، الشباب مراهقين أرض خصبة، لأن هذا يفتقد إلى مجموعة من الأمور. شنو هذه الأمور؟ بعجالة أتكلم عنها. أولاً، أطفالنا شبابنا نطف طيبة وطاهرة وناس نظيفين طيبين، طيبين بمعنى أنه ما يتوقع أن الحياة تكون معقدة، وبالتالي قد يستقبل ببراءة كثير من الأمور اللي هي أساساً فيها الكثير من الخبث. هذا رقم واحد. اثنين، خلة الخبرة. هذا نتحدث عن أطفال، نتحدث عن شباب. شباب أبو 15 سنة، أبو 14، أبو 16، أبو 17، قلة خبرة، فبالتالي ما يقدر يقيم الأشياء اللي قدامه بشيء من الخبرة، بعقلية خبيرة، بتجربة. لا، قلة التجربة هذا يخليه يقع في الكثير من الأخطاء. ثلاثة، أيضا في قلة اهتمام في كثير من عوائلنا. للأسف أقول هذا الكلام، بعض العوائل رائعة في تربية الأبناء، في اهتمام الأبناء، لكن عندنا بعض العوائل هناك قلة اهتمام، ليس بمستوى الحدث والتربية والاهتمام بالتربية والمخاطر اللي يتعرض لها شبابنا وأبنائنا. إذن قلة اهتمام الأبوين بالأبناء. أنا لو عندي مجال أجيب قصص على هذا، بس أنا كنت أريد أطرح هذه المحاور حتى تكون مثار
ومجال للنقاش المستقبلي، وده صار في فترة قريبة نتكلم عنها بالتفصيل. العامل الرابع اللي يكون فيه قابلية عند هذا الشباب بالضياع للأسف هي سلبية المجتمع. المجتمع بكل طوائفه بكل أنواعه أيضا ساعات تكون مجتمع سلبي، بحيث أما يهمل هذين الشباب أو يتهمهم باتهامات أو يتعامل بالطرق الخاطئة أو ما يستوعب التطورات الموجودة فيه، فبالتالي أيضا سلبية المجتمع. والنقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، خبث العدو، شراسة العدو. هذين قاعد يجون علينا من كل صوب. اليوم لابتوبات مالنا، تلفونات، وخاصة بعد في كورونا صارت الدراسة كلها في لابتوب وتلفونات. كنا نحاسب أولادنا على التلفونات وعلى اللابتوب وعلى كذا، الحين ما نقدر نحاسب، أصبح شيء مفتوح، الجهاز أساسي قضية الدراسة، فما أصبح من الصعوبة سيطر عليه. لكن في المقابل هناك من يستهدف شباب، مخططات، دول، أجهزة، علماء نفس، كلها تستهدف بخبث إحراف شبابنا، الفاحشة في شبابنا وشاباتنا، نزع الحجاب، التوجه للشذوذ الجنسي، كل هذا من أجل إبعاد الشباب عن الأخلاق، عن الدين، عن العادات الاجتماعية، عن كل هذه بونبادة. خبث موجود في الأعداء. هذا المحور. المحور الثاني، ما هي الأساليب؟ وهو سؤال مهم جداً، بس للأسف أنا مضطر فقط عناوين أطرحها. ما هي الأساليب اللي ممكن نجذب فيها الشباب؟ والكلام خطير ومهم جداً، لأن الشباب هم عماد أي حضارة، عماد أي مجتمع، وهو يبدأ من الأسرة، وبالتالي علينا الاهتمام فيهم. شنو هذه الأساليب؟ بشكل أيضاً سريع أطرح بعض الأساليب، لكن خلونا نعنونها بهذا العنوان المهم. يقول الحديث: من له صبي صبي فليتصابى له. يعني واش؟ اليوم في فن القيادة يقولون فن الانقياد، يعني الأب والأم مفترض ينزلون إلى مستوى الأولاد في اللعب، في الفن، في الثقافة، في الاحتياج، في كل هذه الأمور. مهم جداً أن ننزل إلى مستوى الأبناء والشباب حتى نقدر نجذبهم، لأن الأساس هو جذب الشباب. شنو من هذه الأساليب؟ أولاً لغة الاحتضان في اللسان. اللسان لعلهم من أهم أسلوب الأساليب المؤثرة في الشباب. لسان يعني معناته الكلام، الكلمات اللي نستخدمها هل هي منفرة أم جاذبة للشباب؟ اثنين، لغة الاحتضان في الجسد، اليوم يسمونها body language. إذا لغتي في الجسد ليست احتضانية إنما منفرة، أنا متكبر على اللي قاعد أقول للشباب. body language مالي حركة رأسي، عيني، نظراتي حادة، أيادي أحمل لي عصا، استعراض عضلات، هذا ما يفيد يا الشباب. لازم يكون لغة جسد احتضانية. أيضاً الاحتضان في الأساليب العصرية. يا جماعة مو عدل أنه في القرن 21 وإحنا نعايش 1980، مو طبيعي هذا الكلام. أحد المفسرين يقول إحنا نحتاج، كان أول كل 40 سنة قد نحتاج تفسير للقرآن جديد، يقول اليوم لا، اليوم قد كل 20 سنة، كل 15 سنة، كل 10 سنوات، الحين يقول لا كل 5 سنوات بعد. ليش؟ خلاص المصطلحات بدأت تتغير، العالم تتغير، العلوم كل يوم تفجر علمي ومعلومات جديدة. أيضاً اليوم أيضاً نحتاج إلى جذب الشباب دراسة أنماط الشخصيات، علوم جديدة في التنمية البشرية. اليوم أدرس 12 نمط، أو كثير من النظريات تتكلم عن أنماط أو أعداد أخرى من الأنماط، حتى نفتهم، حتى نعرف مفاتيح الشباب، شخصياتهم، شلون نتعامل إياهم، هذا شنو يحمل من شعار، شنو يحمل من كفاءات وقدرات ومواهب وتوجهات وأفكار. هذه أيضا من الأساليب. أيضا من الأساليب المهمة هو العمل على ما يحتاج، توفير ما يحتاجون من متطلبات. أحيانا متطلبات في اللبس، متطلبات في الأكل، متطلبات في الدراسة. هذه الدنيا هي تشلي، أنت محكوم
بآداب العصر حسب الروايات. آداب العصر احنا هذا لازم نحاسب إليه، وبالتالي هذا مهم جدا أنه نلتفت إليه. هذه بعض الأشياء طبعا في قضايا احتياجات الشباب مهم أن نراعي فيها معيارين، معيار الشرع الحكم الشرعي والمعيار الأخلاقي، هذا مهم جدا لنجاح الأسر. المحور الثالث أيضا بعجالة، ما هي أنواع الإدمانات؟ يمكن أكبر عنوان ممكن يأثر في شبابنا اليوم وعالميا يطرحون في منظمة الصحة العالمية، يطرحون أنه ما هي الإدمانات وما هي علاج الإدمانات. اليوم آخر شيء طرحه هي إدمان الأجهزة، صار خلاص الناس بدأت تأخذ سلوك سلبي تدمن الأجهزة، بدل ما يكون هالجهاز اليوم أنا استخدم ساعة ولا ساعتين بشكل طبيعي، وإذا يأخذ من عندي وقت طويل جدا في الألعاب وفي حتى في المعلومات حتى في الأشياء اللي نحتاجها، بس مو معناته أن أقضي كل وقت، خاصة الشباب يلتفتون لذلك. هناك مجموعة من الإدمانات، وأروح للمحور الرابع، إدمان المخدرات، إدمان السيجارة، إدمان المشروبات الكحولية، مثل ما قلنا إدمان الأجهزة، إدمان الاستهلاك السلبي، إدمان الهوايات. هذه غريبة صح؟ إدمان الهوايات، يصح أن ألعب كرة قدم وأشجع ريال مدريد ولا برشلونة ولا كذا، ما في مشكلة عندنا، ممتاز ما عندنا مانع، بس هذا لا يتحول إلى إدمان، لا يتحول إلى سلوك عميق أنا أتأثر وانقلب حالي ويصيدني اكتئاب لما انغلب فريقي ولا لما يصير كذا، أو أتهاوش ويا أبوي ولا أمي ولا الأصدقاء بسبب ويش، هذا إدمان أصبح في دمي، أصبح أنه هذا جزء من كياني، هذا غير صحيح. أيضا إدمانات السلوكيات الجنسية الخاطئة، شباب غير متزوج، الأطفال أيضا قد يكون عندهم بعض الانحرافات أو إدمان بعض الفواحش، هذا لازم نلتفت إليه لأنهم الأشياء الخطيرة جدا، ولازم نلتفت إليها مبكرا، ولازم نعالجها على يد متخصصين، إحنا آباء وأمهات مو متخصصين. لذلك لما نرى أي مؤشر لازم نطلع ونقرأ وندخل دورات حتى نشوف المؤشرات مبكرا ونبدأ نحل. المحور الرابع، الكثيرين يسألون زمنوا الجهات المسؤولة، هذين الشباب هذين الأطفال، من الجهات المسؤولة اللي لازم تراقب وتتابع وتحط برامج وتعالج المسائل والمشاكل وتحط استراتيجيات وأفكار وخطط، من هي الجهات المسؤولة؟ في اعتقاد المتواضع والكثيرين وافقون على هذا الكلام، مجموعة من الجهات معا، ما نستثني شيء، ممكن يقدم واحد آخر واحد، هذا مو ذات اهتمام بالنسبة لي، ذات الاهتمام بالنسبة لي أن كل هذه الجهات هي مسؤولة. من هي هذه الجهات؟ رقم واحد الأبوين، الله أراد نظام الحياة يتكون في الأسرة، الأبوين يقومون بهذا العمل، مهم جدا أن الأبوين هذه مسؤولية كبرى. يقال أن في عالم البرزخ بعد أن نغادر هذه الدنيا، في عالم البرزخ أكبر شيء يحاسب عليه الإنسان هو مسؤولية العائلة، التربية، الزوج، الزوجة. والله العالم إحنا كم لقيت في البرزخ؟ مليون سنة، مليون سنة، فأما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا اختيار بالنسبة إليه. إذن الأول الأبوين، إذا طلع لنا أي شيء من الأسرة في الطفل أو في شاب، أول شيء لازم نرجع إلى الأسرة، فالأبوين أبوين هم مسؤولين. ثاني العلماء، على اعتبار أن العلماء يتعلق بالدين، بالعقيدة، بالأشياء المهمة بالنسبة إلى الأبناء، البناء العقائدي، البناء الديني، وبالتالي علماء يتحملون هذه المسؤولية. ثالثاً التربويين، التربويين في حياة الأطفال والشباب فيها مساحة زمنية هائلة جداً، تبدأ من الروضة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، كل هذه سنوات 13 14 15 سنة من التوجيه التربوي، هذه أيضا يتحملون المسؤولية. الحكومات، حكومات في إيدها كل شيء، في إيدها المال وفي إيدها الإعلام وفي كل شيء، في إيدها، في إيدها التربية، في إيدها الجامعات، وبالتالي تتحمل أيضا هذه المسؤولية.
أيضا الجمعيات الأهلية، صح نقول الحكومات، صح نقول العلماء، لكن أيضا الجمعيات الأهلية لها دور في أنه توفر نظام حماية، نظام دعم، نظام تشجيع، نظام بناء. هذه الجمعيات تتحمل، والحمد لله اليوم الجمعيات قاعدة تتوجه التوجهات الصحيحة لاحتواء الشباب وبنائهم. الأبناء أنفسهم، صح هذا صغير بس بعدين كبر يبدأ يفهم، يبدأ يعرف حلال وحرام، غلط وصح، يبدأ نفسه، يبدأ يتخذ قرارات، أيضا هم مهم في هذا الجانب. أيضا لا نستثني المثقفين في المجتمع، مثقفين هذا يكتب وهذا يلقى محاضرات وهذا في السوشيال ميديا، ولهم دور أيضا ديلين في التوجيه الصحيح للشباب. العنوان الأخير والمحور الأخير وهو الأهم شوي بركز عليه في الوقت المتبقي اللي عندنا، أطرح افتراضية سميتها التاءات الثمانية في صفات وتضاداتها في روعة العلاقة مع الشباب. ثمان صفات إذا نبي نسوي علاقة رائعة ويا شباب، ويا أبنائنا، ويا بناتنا، المدارس، البيوت، جمعيات، في النوادي الرياضية، اليوم مع النوادي الرياضية ضروري جدا. تاءات ثمانية، التاء الأولى تاء تجاذب، الجذب. الجذب معناتها في كل ما نطرحه من أساليب لازم نخلي الشباب يتفاعلون منه، الطريقة، الألوان، الأساليب، التوقيتات، الأدوات اللي قاعد نستخدمها، يجب أن تكون جاذب. نسوي عمل فني، نسوي سكتشات، نطبع كتب، نسوي سيديات، كلها هذه لازم تكون جاذبة. ولا تعال جد ننتقد الشباب، أوه أنتم هديتون الأعمال الدينية ورحتون إلى أفلام مسلسلات، هذه كلامنا فيها أشياء جاذبة ما نقدر ننهي عن شيء وما نحط البديل. هذين شباب يبون شيء جاذب إليهم، وإحنا مو قاصرين، نقدر، إحنا مقصرين، يبقى لنا شغل بحيث أن نسوي جذب إلى الشباب حتى يتفاعلون. المنبر الحسيني، الماتم، المسجد، الكتاب، السوشيال ميديا، كل هذه شيالة، كل هذه لازم تكون جاذبة ونستوعبها حتى نقدر نستوعب الشباب. التضاد مالها شنو؟ يعني هذا اللي بنسويه، التضاد مالها، الصفة التضاد مالها هو تنافر. إذا ما جذبنا الشباب إني بيبين لنا الشباب ينفرون من عندنا، هذا التاء الأولى. التاء الثانية تاء تقارب، عقب ما نسوي الجذب نحتاج نسوي أساليب نقرب المسافات بيننا وبين الشباب، بيننا وبين أبنائنا، في النوادي، في المدارس، في البيوت، علاقات الأب والأم بالأبناء، في الفرقان، في السفر، في السوشيال ميديا، نبي نحدث تقارب. يعني المسافات الهائلة بيننا وبين الشباب نحتاج نقربها، نختزلها، نصغرها، وهذا نقدر نستشعر فنعرف أن إحنا قريبين من الشباب لو بعيدين عن الشباب. الآن تبي تكسب شاب من شبابنا بشكل عام، تعلل الهوايات تقدر تكسبه، حكى له عن ميسي، حكى عن رونالدو، حكى له عن برشلونة، حكى مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، صلاح المصري، كلم له عن لغته، هذه لغته، هذه تحدث تقارب بينك وبينه. إذا ما أحدثنا هذه التاء راح تحدث عندنا التاء السلبية وهي تاء التباعد، ما راح نقدر نقرب الشباب، راح يتباعد. التاء الثالثة تاء التآلف، أحدثنا التقارب، إذن نحن شو بلا نسوي؟ نسوي لأن الشيء يحدث أو يفعل المحبة، ينشط المحبة بين قلوبنا وبين قلوب الشباب، في جسر نبني نسميه التآلف. ليش؟ لأن إذا ما سوينا بنسوي تخالف، ما بينفتح باب القلب، يصير بلوك،
احنا رب نفتح قلوب الشباب اللي نرتاح إلينا اللي حبين حبانا يبدأ يتآلف ويقول والله هذا الأسلوب والله يعجبنا كلش ممتاز عجيب يقعد يشاركونا حطونا في الماطم يجيب لنا خطباء ممتازين خطباء يتكلمون لغة العصر المحبة لغة المحبة هذا يخلي بيننا وبين قلوب الشباب التآلف. التاء الرابعة تاء الترابط. زين آلفناهم الحين قربناهم حبونا وحبيناهم شو المطلوب؟ مطلوب نحدث استراتيجيات ترابط بيننا وبين. يعني وش ترابط؟ الترابط بمعنى الاحتضان. نحتضنهم في المواتم. نحتضنهم في النوادي. نحتضنهم في المساجد. نحتضنهم في المدارس. نحتضنهم في السفرات السياحية. نحتضنهم في كل مكان. في الملاعب. في الرياضة، في كل أنواع الرياضة، نحتضنهم، ندششهم، نعطيهم مسؤوليات. حتماً هذه التاء راح تكون تاء مؤثرة جداً وهي الربط. لأن إذا ما يرتبط وياك راح يرتبط يا غيرك. راح يبحث عن جهة يرتبط وياها. إذا ما ارتبط يا الماتم ويا المسجد ويا النادي اللي إحنا مسوينهم أساس تكون هي أجواءنا وبيئتنا وقيمنا راح يبحث له عن ترابط ويا فرقة أجنبية من كوريا من اليابان من الصين من ما أدري وين يرتبط وياهم راح يرتبط الفريق الفلاني وفريق على الثاني على ويش ما في شيء يرتبط وياهني أنت متباعد عنه إذن التاء الرابعة هي تاء الترابط وهي الاحتضان التاء الخامسة هي تاء التحاور والتي للأسف هي قليلة عندنا في بيوتنا سواء على مستوى العلاقة الزوجية أو على مستوى العلاقة بين الآباء والأبناء وهذه ثقافة يعني في أوروبا في الدول شرق آسيا يعلمونها في الابتدائي آداب الحوار في الابتدائي يعلمونها كيف تتعامل ويا صديقك يا زميلك في المدرسة في الصف في الفريق في النادي في البيت كيف تتعامل لأبوك وأمك يعلمونهم يبنون القواعد الرئيسية يبنون الأخلاقيات يبنون المفاهيم هذا الحوار احنا نحتاجه وذلك احنا حل لازم نربي اولادنا على لغه الحوار ثقافه الحوار سلوك الحوار وشبابنا نبدا ايضا نربيهم واحنا كاباء وامهات ندخل دورات قد ما علمونا ابائنا وامهاتنا على قدهم مساكين لكن احنا مطلوب من عندنا ان نتعلم احنا عندنا تقصير مو عندنا قصور عندنا تقصير احنا قادرين ان نحسن لغه الحوار بيننا وبين ابنائنا وعلينا نشتغل عليها تحاور بيننا وبين الشباب في مختلف المواقع في المآتم المآتم لان تحاورنا الشباب دخلناهم في الاداره لان حاورناهم في النوادي جعلهم جزء من اداره النادي ونشاطاته لان حاورناهم في المساجد دخلوا ضمن النشاطات وهكذا كذلك في البيوت اللي نحاورناهم بدأنا نتفهمهم نتفهم ياهم بدأنا ندخلهم في مسؤوليات وقرارات الأسرة إذا ما سوينا هذا شو راح يصير؟ راح يصير تفكك إذا ما حاورناهم راح يتبعدون عنه وأهم أسلوب في الحوار اللي يتطلبه يطلبون الشباب احترام وتقدير وأسلوب مناسب التاء السادسة تاء تفهم تاء تفهم حاورناهم إذا وقت الحوار والوقت اللي ناخذ ونعطي لازم نوصل إلى الشباب إن إحنا نفهمكم شنو يعني نفهمكم؟ الأحاديث رواية تسميه التصابي فن الإنقياد اليوم في التنمية البشرية فن الإنقياد أن تصاب الأولاد يعني شو تصاب الأولاد؟ حتى جسديا لما نتحاور يوهم نقعد نصير في مستواهم الجسد إلين بنتكلم وياهم كنا نتكلم ويا كبار اللغة اللي نتكلم وياهم فيها بيّن أن احنا نحترمهم ونقدرهم إلى مكانته وإلى احترامه وإلى تقديره إذا ما صار هذا التفهم يصير تجاهل وهذا التجاهل قاتل بالنسبة للشباب لأنه إذا البيئة ما احتضنته ما تفهمته راح يبحث عن بيئة ثانية والبيئات الثانية عادة بيئات سلبية ما تناسب شبابنا ما
ما تناسب فتياتنا، وبالتالي تبدأ حالة الانحراف. تاء السابعة قبل الأخيرة تاء تفاهم. تاء تفاهم يعني عقب ما تفهمناهم وسمعنا آرائهم نحاول نطبق بعض آرائهم، فنقوم نتفاهم وياهم، ناخذ ونعطي، خلي يشعر أن البني آدمين اللي قدامه أبو لأم، مدرسة ومدرسة، مسؤول في الماتم، مسؤول في المسجد، ياخذ ويعطيه، وتشوف أن الأفكار فيه تقدير، وبالتالي نشعر أن الحوار انفتح على مستوى أن ناخذ ونعطي فيه، ونتبنى آراءه، ونتبنى رأيه، ونتبنى أفكاره. إذا ما صار هذا الشيء يصير عندنا تصارع، راح يتحول لصراع. هذا أبوي ما يفهمني، هذا أمي ما تفهم، راح أوقع في البيت، حقوا أتفاوض إياهم، حقوا أتحاور على إيصال، قعدنا ما حد يعطيني وجه، ما حد يسمع لي، أروح أبحث لي عن ناس يسمعون إلي في المدرسة، المدرس ما قاعد يسمع لي، فبالتالي ما صار حالة تفاهم. في الماتم هرب من الماتم، حقوا مجي الماتم يطردوننا، ما يتفاهمون ويانا، ما قاعد يحترموننا ويقدروننا. فهذا يبدأ يحدث تصارع بين الشباب وبين المواقع المختلفة في الحياة. التاء الأخيرة وأن فيها هذه الأمسية الجميلة ونفتح فيها باب المشاركات. تاء توافق، يعني شنو تاء توافق؟ يعني أن نصل إلى مرحلة راقية من التعامل الإنساني والتواصل الإنساني، وهي الاتفاق. لا يكف، ما يكفي فقط أن نتفاهم، لا لا، خلص اتفاقات، ألزم نفسي وألزمه، ألزمه وألزم نفسي، نحط حقوق وواجبات، نتفق عليها، نتراضى عليها، خلي يشعر أن الكل مسؤول. في البيت الأبو ممكن أنه يحط برنامج في البيت، يكون هو ضمن المشاركين، الأم ضمن المشاركين، مثل ما الأولاد يشاركون في البرنامج احنا نشارك فيهم. والله قلنا يا جماعة كل واحد يقوم من على طاولته يغسل صحنه، انت يا ابو، انت يا ام، قوم من على طاولتك غسل صحنك ايضا. نقول كلنا هذا قانون حطيناه، كلنا راح نمشي عليه، حقوق وواجبات يتفق عليها الجميع. والا اذا ما صارت تاء التوافق والاتفاقات راح يصير تاء التسلط، اللي اليوم الشباب ينتقدونه ويهاجمونه ومتاثرين منه، حتى اللي ساكتين يصير عندهم قهر داخلي وظلم داخلي، وهو التسلط. أبوي متسلط، أمه متسلطة، كل أوامر كل نواهي ما حد يسمع إلينا. زين كبرنا، كنا أطفال بس الحين كبرنا، فإذا لم يحتضن الأب والأم الأبناء، ولم تحتضن المدرسة إدارة ومدرسين الأبناء، ولم يحتضن المسجد والماتم الشباب، راح يهربون، راح نخسرهم، راح تتلقفهم الأيادي بمختلف الفئات، وراح يبتعدون لا سمح الله عن الدين وعن الأخلاقيات. ونحن نحمد الله رغم كل السلبيات، نقول لازلنا مجتمع مسلم، لازلنا عوائل مسلمة، لازلنا عندنا أخلاقيات الإسلام وأخلاقيات رائعة بإذن الله تعالى، ونكون عوائلنا وتكون عوائلنا نموذج رائع وراقي وناجح بالنسبة إلى كسب الشباب وكسب الأبناء وبنائهم بناء صالح. وصل اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والمداخلات عندكم إن شاء الله، ما طولنا عليكم رغم أنك كنت أتمنى يصير تفاعل، يعني أنا أحب واجد أجيب القصص. سؤال من ولي أمر: كيف يمكن للآباء تحمل أو تعويض فقدان عناصر المجتمع كالعلماء والجمعيات والنوادي؟ اعتقاد المتواضع أن البلد وكل مؤسساته إذا صارت بعمل مؤسسي يمكن تعويض أي فئة احنا نحتاجها. صح يوم اللي نخسر عالم أو نخسر جمعيات أو نخسر نوادي أو نخسر مثقفين، أكيد هذا خسارة ما تعوض ببساطة، لكن كل المجتمعات معرضة للهزات، معرضة للفقدان، والموت حق،
إذا ما تعرض للحرام فموت. بالتالي المجتمعات الحيوية، المجتمعات القوية، المجتمعات القائمة على التخطيط، المجتمعات القائمة على العمل المؤسسي، هذه عادة تنتج يعني مجتمعات حيوية، تنتج العلماء وتنتج الجمعيات وتنتج النوادي. واحنا مو بعيدين عن المجتمعات الباقية. ليش المجتمعات تقدر تنتج واحنا ما نقدر ننتج؟ فيحتاج أننا نهتم للعلماء ونهتم إلى الجمعيات ونهتم إلى النوادي ونسوي الأساليب والمخططات والعمل المؤسسي اللي يقدر يجذب الشباب. أنا أعتقد هذا مو مشكلة عندنا، لكن بلنا أن نتوجه إليها بإذن الله تعالى. السؤال يقول: مع تجريب الكثير من الأساليب التربوية لازلنا كأولياء أمور نعاني من صعوبات كبيرة. دعونا نضع قاعدة. القاعدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان في مسجده وكان الصحابة من حوله فوقف ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لقني بأخواني. فقالوا للصحابة: ألسنا بأخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أخواني يأتون في آخر الزمان، القابض على دينه كالقابض على جمر. هذا منطوق الرسول صلى الله عليه وسلم. المفهوم ماله شنو؟ المفهوم ماله يعني أن كل ما تقادم الزمان عن زمن الرسول سوف تكون العملية التربوية أصعب، التحديات أكبر، المؤامرات أخبث وأعمق وأكثر وحشية وقساوة. من يحتاج زيادة الإيمان وزيادة الأخلاقيات والتمسك أكثر بالعقائد بالأخلاقيات، ولذلك في المقابل الثواب راح يرتفع. حولنا لأخوان رسول الله وإحنا بعيدين عنه زمانيا، لكن لأنه كلما تقادم الزمان كلما صارت المسؤولية أصعب. يعني الآن قبل مثلا 60 سنة 70 سنة كلام عن التربية كان بسيطا ليس معقدا، أما اليوم لا، عملية التربية عملية معقدة، نظريات وقواعد وتجارب وأساليب، والأبناء يشاركون العملية التربوية، وكل الجهات تتدخل في العملية التربوية. أول منو يتدخل؟ منو؟ أبو الأم، الجد والجدة، الأهل، الفريق، أبناء الفريق، مو أكثر. يعني اليوم كل العالم يتدخل في التربية، التلفون اللي عندنا في إيد الطفل وفي إيد الشاب يتدخل في التربية، يتدخل في برمجة البني آدم، يتدخل في أخلاقياته، في قيمه، في سلوكياته. الكل اليوم يشارك، الإعلام، الإعلام الزين والإعلام اللي مو زين كلهم يشاركون في العملية التربوية. وأيضا احنا عندنا يعني الإيمان المسلمين بصاحب العصر والزمن عجل الله تعالى فرج الشريف، ليش يطلع بعد ما تمتل الدنيا ظلما وجورا فساد؟ ليطلع الإيمان بعد ما ملأت ظلما وجورا، يطلع الإيمان فيه. فإحنا في صعوبة، نعم هذا لازم نتقبله وننتبه له ونعتبره أهم دور، خصوصا الأم، خصوصا الأم، لأن الأم إذا لم تقم بدورها لن يكون هناك بديلا لها. حاولوا الغرب يسوون بيبي ستر رجال، فشلت فشل ذريع. ليش؟ الله ما لم يخلق الرجل لمكان التربية. المرأة 80% هي لها مسؤولية التربية، الرجل في مسؤولية التربية مسؤولية نوعية بنسبة 20%، لكن اثنينهم في التوافق التربوي 50-50 50-50%، اثنينهم يتحملون الصح والخطأ في التربية. السؤال اللي بعده يقول: في نقطة التحاور، قد لا يستجيب المراهق لنصائح الأبوين وذلك بسبب قناعاته الخاصة وبداية تكوين شخصيته التي يريد بها التحرر. هذا سؤال. سؤال ثاني يقول: أضرار الجلوس على الألعاب الإلكترونية. سؤال الثالث يتكلم عن السلوك الاجتماعي العام وغياب القدوات في المجتمع، مشكلة كبيرة. في نقطة التحاور، قد لا يستجيب المراهق. أصلاً وهذا الطبيعي،
في مرحلة المراهقة إذا رجعنا إلى سنة الله في خلقه في التربية، قانون الله في التربية، سبع سنوات. السبع سنوات شو يقول؟ اتركه سبعا أو ملكا سبعا. السبع الثانية يقول أدبه سبعا. السبع الثالثة وزيرا أو صاحبه سبعا. هذه مراحل التربية اللي فيها كثير من الأمور الدقيقة يحتاج إلى نقاش وإلى فهم وإلى دورات تدريبية حتى نستوعبها إحنا كآباء. عدم الاستجابة لطبيعة السبع الثانية خاصة بالنسبة للفتاة تبدأ مراهقتها من سن العاشرة هجرية، والولد من سن 15 هجرية إكمالة، تمام، يدش في 16. لكن فترة مرحلة المراهقة اللي تبدأ من 10 إلى 21 سنة، السبع الثالثة، نص السبع الثالثة طبيعة الحال يبدأ هذا الشخص بالابتعاد والتحرر نوعا ما عن الأسرة. يجب أن نسمح بها، لكن نسمح بها بحكمة، نسمح بها بدراستنا للتربية، بفهمنا للتربية، بفهمنا للشخص. هذا الأمر جدا مهم أن نفهمه، لأنه كلنا احنا مرينا في قضية المراهقة، وهذه الفترة مو أبونا أمنا هم الأساس إلا إذا كانوا فعلا قدوات قوية. لذلك الأم والأب يسمحون بهذه المساحة ويبحثون عن القدوات المطلوبة. قد يكون قدوة مدرب في كرة القدم، مدرب سباحة، قد يكون في نادي، قد يكون في ماتم، قد يكون في مسجد، قد يكون ما أدري. فنبحث عن القدوات الجيدة اللي من يروحون إليهم يقدرون يوجهونهم ويجعلونهم بني آدمين صالحين. فطبيعة الحال بل بالعكس هو المطلوب أن نهيئ هذا الولد أو هذه البنت إلى السبع الأخيرة اللي يطلع فيها للحياة، نحو الجامعة، نحو الزواج. اليوم أيضاً يتحجون أول زواج بكر، وش لكم؟ شنوش؟ الحب عجل شو يطلع؟ الجنس اللي قاعد يصير بين الفتاة والشاب لا سمح الله فاحشة، ليش قاعد يصير؟ احتياج. أما أن نستوعبه ونشتغل عليه ونهضمه ونرتبه، وإلا للأسف راح نعيش مثل ما عيش الآن المجتمع الغربي من فسق. السؤال الثاني يتكلم عن أضرار الجلوس على الألعاب الإلكترونية. قلنا أن اليوم منظمة الصحة العالمية تعتبر أحد الإدمانات الخطيرة اللي مؤثرة وتخلي اضطرابات شديدة على شخصية الإنسان ونفسية الإنسان، هي إدمان الإلكترونيات بشكل عام والألعاب الإلكترونية بشكل خاص. أنا أنصح نصيحة استراتيجية وأساسية. إحنا كآباء وأمهات صح علينا مسؤولية التربية، وعليا لازم نقرأ وندخل دورات نتدرب، هذا واجب راح يساعد. لكن يوم اللي صيدنا مشاكل على مستوى الإدمانات ما نكفي إحنا دون اختصاص. نصيحتي ارجعوا إلى المختصين. إذا ما رجع المختصين ما راح تنحل المشكلة، ما راح تعالج. مثل الأمراض العضوية، إلى مستوى معين جرح صغير أنا أقدر أداوي، لكن إذا كبر هالجرح أنا مو رامبو بجود لي خيط وأبرة بخيط لي الجرح. القضايا الأسرية نفس الشيء، الإدمانات نفس الشيء، معالجات النفسية نفس الشيء. نحتاج إلى نذهب إلى متخصصين موثوقين معروفين في تخصصاتهم، معروفين في أخلاقيات وتدينهم، بحيث نلجأ إليهم حتى يعالجون لنا مثل المشاكل. وهذه المشكلة منتشرة معروفة الآن، بلها معالجة لأنها تحولت إلى إدمانات. أما السؤال اللي بعده، السلوك الاجتماعي العام وغياب القدوات في المجتمع مشكلة كبيرة. المجتمع كله مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع يعني كلنا مسؤول عن كل شيء، وكلكم مسؤول عن الرف وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كل واحد مسؤول عن ما استرعى الله عليه من موظفين ولا أبناء ولا طلبة ولا ما أشبه. المسألة الأساسية كيف نحن الكبار نتحول إلى قدوات. هذا السؤال مو نطرحه على أولادنا، مو نطرحه على شبابنا، نطرحه على روحنا. إحنا لازم نشكل القدوات. كونوا الإمام صادق سلام الله عليه، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أي بدل ما أقول قوم صل، أنت صلى
صلوا في الوقت حقوا تأخرون. أنت قوم صل في الوقت لا تتأخر، لأن شافك ولدك وبنتك أنت على الوقت وأمه تصلي على الوقت، راح تشوفون أن دلين قدوة. لمن ما يكذبون، لمن يحفظون الأمانة، لمن ما يزل الكلمات عندهم كلمات سلبية يطرحونها في البيت، هذه كلها قدوة. القدوة تنطلق من البيت وليس من الخارج. البيت هو أساس القدوة. إحنا نطلبها برا، أباء أمهات قلت زين إحنا نبحث عن قدوات في المجتمع، زين أنتم ليش ما صارت قدوات؟ القدوة ما يحتاج أن يكون عنده شهادات وثقافات. اللي ربوا الأجيال السابقة كانوا كثير منهم قدوات، أمهات وآباء ما كانوا مثقفين ولا كانوا يحملون شهادات، كانوا يشتغلون بقيمهم بفطرتهم باللي تربوا عليه من أشياء جيدة، كانوا يهتمون إلينا في تربيتنا الدينية والعقائدية والأخلاقية، كانوا يهتمون لنا في التربية العلمية مو متعلمين، كثير منهم ما يعرفون يقرؤون ويكتبون، ومع ذلك كانوا قدوات في تعليمنا تقديس العلم. من وين جابوا هذا؟ في فترتهم، في وعيهم، كان وعيهم على مستوى العلم نور، العلم مهم، الجهل ظلمة، هذا رسخوه فينا ونجحوا. اليوم نطلب إحنا الكبار، إحنا أباء وأمهات، إحنا مدرسين، إحنا في إدارات المساجد والمآتم، إحنا كشيالة، إحنا كخطباء، أن نتحول إلى قدوات إلى شبابنا وشابات. سؤال: ما هي الحدود الفاصلة بين الأمور التي يمكن أن نتغاضى عنها أو يمكن الأخذ والعطاء فيها أو الحزم فيها من جهة الوالدين؟ أول نقطة أطرحها يا جماعة، أعتقد اعتقاد جازم أننا اليوم ونتيجة تعقد الحياة والتربية، ورح تتعقد أزيد، لا مفر من هذه الفكرة، وهي أن ندخل دورات تأهيلية للأبوة والأمومة. ما أصبحت الحياة تسمح إلى المعلومات البسيطة والسلوكيات البسيطة، ما أصبحت، ما تكفي. لذلك علاجياً في الخطط العلاجية على كل المؤسسات الموجودة في البلدان، مؤسسات حكومية، مؤسسات أهلية، مؤسسات دينية، أن تسوي دورات للآباء والأمهات تبدأ تطور قدراتهم الأبوية والأمومية. فنون التربية، علوم جديدة الآن تتعلق بالتنمية البشرية، هذا لازم نطلع على كآباء وأمهات. حوجها اللي احنا فيها ليش فقط حق المتخصصين؟ احنا نبني أهم بناء في الدنيا وهو بناء البشر، هذا نحتاج أن نتدرب عليه كآباء وأمهات، وما يتوقف التدريب، هو مستمر مستدام. ليش؟ لأن التربية الأخوة مو عندنا واحد، عندنا ثلاثة أربعة، هذا كبر بصالتك بعده صغير، وحتى لين كبر في مستوى المستويات المختلفة من سبع سبع سبع، كل واحدة لها حيثياتها، أفكارها، معلوماتها، متطلباتها، تحدياتها، مشاكلها. النقطة الثانية اللي نحتاجها أيضا ضروري كنصيحة في هذا المجال، لأن أنا ما بتكلم في التفاصيل، متى نحزن، متى كذا، لأن هذه قواعد عامة، إذا أخذنا بالقواعد عامة رح نتقن الأشياء التفصيلية. الثانية أن نؤسس إلى ثقافة اسمها ثقافة الدورات التأهيلية في العلاقة الأسرية والزوجية، رخصة قيادة الأسرة، شهادة يأخذها الشاب والشابة قبل لا يتزوجون، ومن ضمن هذه الدورة دورة الأبوة الناجحة، التأهيل الأبو. كما عندنا احنا في البحرين مثلا، عندنا مثلا واحد ما يتزوج إلا راح ماخذ فحص، فحص طبي، رغم أن الفحص مو ملزم للأسف، يعني في بعض الحالات قد نحتاج أن يكون ملزم، مثل المسكلرين بين الشاب والشاب، تمام، لأن وراها بلاوي كبيرة. كذلك من المهم اليوم أن الأبوين ما يطلعون أولادهم إلى حالات الزواج إلا وعاطينهم دورات تأهيلية على يد متخصصين ومستلمين شهادة. نبي هذه الشهادة تصير إيد الواحد، والبنية تسأل أو أهل البنية يسألون، ها أخذت شهادة مع التأهيل الأسري لما أخذتها؟ والعكس صحيح،
البني اللي بياخذ يقول له ويش دخلتين دورة تدريبية تأهيلية لو ما دخلتين؟ فتصبح ثقافة وسلوك عندنا، هذا مهم. في ماليزيا سووا تجربة 2008-2007 سووا تجربة رائدة، معني بسيطة جدا، أنا طلعت عليها. سووا مهاتير محمد برنامج حق المقبلين على الزواج لمدة سنة، مجموعة من الدورات ومجموعة من الكتب يقرؤونها ويخضعون لبرنامج. استطاع بهذا البرنامج المبسط أو البسيط أن ينزل نسبة الطلاق من 42% إلى 7%. فإحنا نحتاج اليوم أنه دورات تأهيلية إلى الأبوين، كلنا لازم نخضع إلى دورات تأهيلية إلى قضية التربية، وكذلك نخضع شبابنا إليه. أقول عملية التربية عملية قائمة، أنا أسميها التربية بالحب الحكيم. يعني أساس اللي يقيد عملية تربوية هو الحب، العلاقة العاطفية تدخل عبرها كل أنواع التربية، لكن يجب أن يكون هذا الحب ليس منفلتاً وإنما منضبطاً. شو نكون منضبط؟ بالحكمة. والحكمة هنا نقصد فيها جنب الأخلاقية والجنب العقلية والجنب الإيمانية، هذا المفهوم الحكمة في الإسلام اللي يختلف عن مفاهيم المدارس الأخرى. آخر مداخلتين، يقول سؤال: ابني أصبح مدمناً مخدرات والصدمة كبيرة، وقد حاولنا معه بوسائل عديدة ولا جدوى، أرجو إرشادنا للسبيل الأمثل لإيجاد أفضل الحلول للمشكلة. الله يكون في عونكم، لكن اسمحوا لي ولكل من يسمع كلام. هذا الابن ضحية، هذا ليس مجرم، المنتحر ضحية وليس مجرم، اللي طاح في المخدرات ضحية وليس مجرم، البويات ضحية وليس مجرم. هذا خطأ أن نعتبر مجرمين، هذا ضحايا إلى إهمال، إلى عدم اتفاق، إلى بيئات غير سليمة إحنا ما دققنا فيها، بيئة في الفريق ولا بيئة في المجتمع ولا بيئة في المدارس ما التفتنا إليه. هذا ما جاء في يوم وليلة، وهذا ما طاح فيها إذا كنا إحنا نراقب رقابة دقيقة إيجابية. للأسف أقول هذا الكلام حتى نتحمل جزء من مسؤولياتنا. إنزين أنا أسأل، أنتم صاحب المشكلة، الله إن شاء الله ينجي ويحل هذه المشكلة وكل عوائل مرتبطة بهذا المجال أو هذه المشاكل. هل عندنا خيار أصلا؟ هل عندنا خيار أنه أو نعالجه لو نتركه؟ لا خيار، خيارنا أن نعالج، أن نعالج، أن نعالج، ما بنتركه. نجحت لو لم تنجح المحاولة، علينا أن نسعى إليها إلى أن الله يقول كلمته، شايف الله العالم. بس أن نتنازل عنه لا، لأن احنا جزء من المسؤولية علينا. أرد أكرر، هذا ضحية، فكلنا مسؤولين عنه، حكومة مسؤولة عنه، الأبوين مسؤولة عنه، الأهل مسؤولين عنه، المثقفين، العلماء، الجمعيات، كلنا لازم نتعاون حتى مثل هذه الإدمانات نشتغل عليها. نصيحة العملية: اذهبوا به إلى المتخصصين وابحثوا عن البرامج الأفضل للمعالجة، ولا تيأسوا، التفاؤل مستحب ومستحب مؤكد، التشاؤم مكروه ومكروه مؤكد، القنوط واليأس محرم ومن الكبائر. ما يصير نقنط من رحمة الله، هذه ابتلاءات، شو راح نتعامل فيها؟ إني ببين إيماننا بالله وتوكلنا عليه، ودائما باب التوبة مفتوح، ودائما باب النجاة مفتوح. يمكن هذا ابتلاء، يمكن هذا البني آدم في آخر لحظة من عمره ينجو، عندنا قصص كثيرة جدا، مو لازم هذا بموت منحرف. وليس من السهل الخروج من مثل هذه المشاكل، المخدرات مو سهل الخروج، لكنه مو مستحيل. علينا أن نعمل ونعمل ونعمل، على قولة الإنجليز don't give up، لا تستسلم. شكرا جزيلا لكم، وأنا أعتقد إحنا في البحرين وكثير من الدول الإسلامية ممكن أن نكون نماذج للعالم كله في أن نكون صالحين وأسر صالحة.
ونربي أبنائنا وشبابنا لأنهم نطف صالحة وطاهرة بإذن الله تعالى، وهم عماد المستقبل، وهم جنود الإمام المنتظر، وهو أكبر طموح. واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.